المكتبة الوطنية الحمة بالجزائر العاصمة، أقدم هيئات الأرشيف والتوثيق، تأسست سنة 1835، انتقلت بين عدة أبنية، واستقرت سنة 1994 في الحمة بكل ما احتوته من مؤلفات قديمة وحديثة وأرشيف مهم من الجرائد القديمة الناطقة باللغتين العربية والفرنسية، وهي اليوم منارة علم يقصدها الطلبة والباحثون عن مناهل العلم والمعرفة. هي من أعرق المكتبات على المستوى الأفريقي والعربي ولمال العالمي. المكتبة الوطنية عندها قدرة استيعاب تتجاوز 10 مليون كتاب أو 10 مليون وثيقة. المكتبة الوطنية تساهم وتمد يد العون في إقامة النشاطات الثقافية والملتقيات العلمية والأيام الدراسية. اليوم أكون صادفت المعرض خاص بسفارة رومانيا متعلق بالذكرى المئوية لتأسيس دولة رومانيا. صادفت أيضا بهو العرض معرض خاص بالمجلس اللغة العربية. أيضا أبواب مفتوحة على الشرطة مديرية العمل الأمن الوطني ترافق الباحث والقارئ الجزائري. ولعل أهم قسم بالمكتبة المخطوطات، فمخطوطاتها كنوز نادرة يعود تاريخها إلى قرون خلت، وهي أقدم المصالح في المكتبة الوطنية. بالنسبة لأقدم مخطوطة موجودة في المصلحة، هي مخطوطة هي عبارة عن جزء من المصحف أو القرآن الكريم، تم اللوحات من القرآن مكتوبة على جلد الغزال بالخط الكوفي. مخطوطة عمرها 13 قرن. إلى جانب هذا، أقدم مطبوع في المكتبة الوطنية الجزائرية هو كتاب ابن سينا في الطب، يرجع لسنة 1593 ميلادي، مطبوع بمطبعة المتشيتية في روما. وكل الكتب التي طبعت في هذه المطبعة هي كتب نادرة وتباع فقط في المزادات. كذلك تلقينا مؤخرا مجموعة مهمة من المخطوطات، تحتوي هذه المجموعة المتكونة من 91 مخطوط على مخطوط تفسير القرآن الكريم، ترجع للقرن الثامن الهجري، مكتوبة على ورق إسلامي، يعني قبل بداية صنع الورق في أوروبا، ورق إسلامي أسمر. والأهم من هذا أنه لم نقف على اسم مفسر القرآن إلى حد الساعة. هذه من بين المخطوطات النادرة في هذه المجموعة. الرصيد المكتبة الوطنية الجزائرية من المخطوطات يرجع أصلا لسنة 1837، يعني 37، أين قام المستشرق الفرنسي بجمع المخطوطات من خلال مدينة قسنطينة وتلمسان ومعسكر، حيث يعني أحضر إلى العاصمة أكثر من 700 مخطوطة. تقوم هذه المصلحة بجمع هذا التراث من خلال عملية الاقتناء، إما بالتبادل او الهدايا او الشراء. حنايا كي نشكو فوالا كي هادو ما بعرفهم نشكوك فيهم، قمنا بالمعاينه وشفنا بلي الكتب مشكوك فيهم، دونك نجيبوهم نديروهم التحليل. للحفاظ على سلامة الوثيقة القديمة من التلف، تعتمد المكتبة طرقا حديثة للمعالجة في علم المكتبات بوسائل مخبرية تضمن ديمومة الوثيقة المؤرشفة. إذا كان شكينا بليك هناك فطريات، بطبيعة الحال سوف نقوم بأخذ عينة على مستوى هذه الكتب ونقوم بتحليلها في المخبر بتحليل الميكروبيولوجي، كما أننا نقوم على مستوى المصلحة بترميم الكتب التي تكون مهترئة. الترميم بطريقتيه بطبيعة الحال، دونك الطريقة اليدوية والطريقة الآلية. نقوم بحفظ التراث عن طريق تغيير المعلومات من الوعاء الورقي إلى الوعاء الرقمي.
عن طريق أنماط مختلفة من الإسكانر، حيث المكتبة زودت هذه المصلحة بعدة أنواع من الإسكانر. هذه التقنيات حديثة، نحن نحترم التقنيات العالمية لتصوير المخطوط أو الكتب النادرة أو حتى الدوريات القديمة. تخصص المكتبة قسماً تركز فيه على استعمال التكنولوجيات الحديثة كفضاءات السمعي البصري والميكروفيلم والأقراص المضغوطة، التي تعد رصيداً قيماً من الموروث الثقافي والحضاري للجزائر. هذه المصلحة تعد من أهم المصالح الموجودة في المكتبة الوطنية الجزائرية، من مهمتها الرئيسية حفظ التراث الوطني الجزائري وتزويد القراء والباحثين بهذا التراث الوطني الذي يحتوي على رصيد متنوع من أوعية سمعية وأوعية بصرية وأوعية ورقية. وهذا التراث يعني الفترة الزمنية تبدأ من يعني فترة الاحتلال الفرنسي من 1000 للجزائر، من 1830 إلى 1962 حتى فترة الاستقلال. في أروقة المكتبة فضاء خاص بالأطفال والناشئة، يتكون من طابقين يشتغل طوال أيام الأسبوع، به قسم خاص بالأطفال المكفوفين. النشاطات اللي تقدم في أو الخدمات اللي تقدم في المصلحة، إعارة الكتب، القراءة المفتوحة. بغض النظر على هذه الخدمات، هناك خدمات أخرى اللي هي نشاطات ثقافية، فيه ورشات تقدم خدمات للأطفال، ورشة الراوي الصغير، ورشة الرسم، ورشة الأشغال اليدوية، فيه زيارات ميدانية للأطفال. عندنا رصيد خاص بالاحتياجات الخاصة اللي هو كتب تاع البراي. تقرأ هنا الكتب كاع اللغات، كاين إنجليزية وعربية وفرنسية، هذو ما كاع نستفاد منهم، كتب رائعة. نحب نقرأ أنا كتابات مفيدة فيها معلومات قيمة، نحب نقرأ كتابات. وللكبار من فئة المكفوفين وضعاف البصر خدمات وتسهيلات أرقى، إذ جهز لهم فضاء بمعدات الإعلام الآلي المكيفة للاستفادة من خدمات خاصة. بالنسبة لعدد المشتركين في الفضاء، عندنا تقريبا سنويا من 50 إلى 60 اشتراك سنوي. التردد المكفوفين على الفضاء يكون ليس أقل من 1800 تردد في السنة، وهذا تردد يعني هذه النسبة كبيرة جدا بالمقارنة مع تردد الأشخاص المبصرين على الفضاءات المكتبة الوطنية. الإعارة يعني الإعارة للكتب المطبعة بالبراي شوية بدأت تنقص من سنة إلى أخرى، بالنظر لعدم التجدد في الرصيد، واللي يعني الرصيد هو في حقه للي يجي جديد يكون مليح. يعني تقريبا عندنا 2600 عنوان، لكن بالنسبة للمشتركين اللي موالفين ودائما يجوا يسمى ما يشوفوش فيه حاجة جديدة. أنا موظف، أحيانا وين يكون عندنا وقت زايد مثلا خارج أوقات العمل، وإلا أنه كنا في يوم متعرحة ولا كونوا نجيو المكتبة هذه، وفيها خدمات، فيها خدمات كبيرة على المكتبة، أنا مسخرة لهذه الفئة. يعني من بين الخدمات هي موجودة كتب، يعني فيها كتب في مختلف الميادين والمجالات، وهي كتب مكتوبة مطبوعة بخط برايل. كذلك عندنا فيها الأجهزة، هذه كما تشوفوا أجهزة الحواسيب مجهزة بقراءات الشاشة أو قراءة محتوى الشاشة بصيغة ناطقة الجوز والإنفيديا. كذلك تحتوي هذه المكتبة على مطبعة بطريقة البرايل، يعني إذا احتجنا أي حاجة ولا يديرونا لامبريسيون برايل. المكتبة هذه فيها بتقدم مساعدات للمكفوفين في مجال إمكانية الوصول أو ما يعرف الاكسيسيبيليتي، يعني مثلا التعامل مع التقنية مع الهواتف النقالة، كيفية تثبيت قراءة محتويات الشاشة لمختلف الهواتف النقالة بكل أنواعها.
مكتبة الحمة تضمن للطلبة والباحثين عناوين في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، وتوفر لهم الإعارة بنوعيها باستخدام النظام الآلي الإلكتروني. المكتبة الوطنية مهيئة بثلاث قاعات مقسمة حسب العلوم والتخصصات، قاعتين في الطابق الثاني وقاعة في الطابق الثالث. بالنسبة للكتب المتوفرة في المكتبة الوطنية هي كتب متنوعة موسوعية تشمل كل التخصصات والميادين دون استثناء. أما بالنسبة لعملية الإعارة، خدمة الإعارة الخارجية كذلك تقدم في الطابق الثاني، هناك نظام داخلي خاص بالإعارة الخارجية. القارئ هذه الخدمة تقدم لكل فئات المجتمع دون استثناء. شرعت المكتبة في تقديم هذه الخدمة منذ 16 أفريل 1998. عندها نظام داخلي، النظام يسمح للقارئ بإعارة كتابين لمدة 15 يوم قابلة للتمديد. بالنسبة للطريقة، هذه طريقة البحث، هل بالنسبة لك سهلة؟ بيان سهل، سهلة، جوست أنك ديري أموت كده يخرج لك بزاف عفايس. كمثال عديد كديري زعما نقولوا استثمار، خرج لك بزاف عفايس على الاستثمار، تبداي تخيري منهم. بعد عندك النيميرو، كاين بون كاين كيما لهنايا، يخرج لك سوا تقدري تخرجيه ولا تقدري كونسلتيه لهنا في القاعة. وعندك تدي لهم غير النيميرو اللي تقدري تخرجيه، تدي لهم النيميرو اللي هما يجيبوه لك. منارة علمية تحتوي على مخطوطات قديمة نادرة، وهي مركز للإنتاج الفكري الوطني المطبوع في كل المجالات والتخصصات المعرفية وأقدم الهيئات الوثائقية الجزائرية.